الاقتصاد المصري وخلال الفترة الحالية ودايما في فترات الرواج والنجاح والتحقيق الإنجازات تجد الشائعات يعني على أشدها. آخر شائعات منتشرة في السوق إنه مصر فيها أزمة سيولة وإن الدولار هيزيد. تجد هذا الكلام بين الناس العادية وبين الناس اللي على السوشيال ميديا وبيتكلموا على إنه البنوك المصرية والبنك المركزي والقطاع المصرفي عنده أزمة. إيه قال لك السيولة قليلة وفي نفس التوقيت الدولار هيزيد. تلاقي هذا الكلام شائعات ممنهجة مخططة تنتشر في قطاعات عريضة من الناس تعمل حالة رعب مصرفي أو رعب اقتصادي أو مخاوف اقتصادية لوقف المسيرة الناجحة بحق في هذا القطاع. خليني أقول لحضراتكم أنه السيولة المحلية في مصر ارتفعت 90% من الناتج المحلي الإجمالي. الناتج المحلي الإجمالي بتاعي حوالي 400 مليار دولار، 90% منهم ده سيولة موجودة في القطاع المصرفي. ارتفاع معدلات التوظيف لتصل حجم القروض والتسهيلات المصرفية لعملاء البنوك ل 48.5% من حجم الودائع الموجودة. الأصول بتاعة البنوك المصرية حوالي 8.7 تريليون، يعني أكتر من الناتج المحلي الإجمالي. خليني يعني أفضل من الحديث بشكل ربما يكون يعني غير متخصص إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ محمد الإتريبي رئيس اتحاد البنوك المصرية. أستاذ محمد مساء الخير. أهلا مساء النور. ازيك يا أهلا ازيك. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. وحضرتك طيب ومصر طيبة. يا رب دايما. أستاذ محمد، يعني ما يثار من البعض المغرض حول نثر ونشر الشائعات حول أزمة سيولة موجودة أو قادمة في القطاع المصرفي، نرد عليهم فنيا بصفتك رئيس اتحاد البنوك نقول لهم إيه؟ هو طبعا زي ما حضرتك تشرفت، احنا اتحاد البنوك نزل بيان النهاردة موضح فيه كل الحقائق، وانه احنا طبعا بنراهن على شعب ووعي الشعب المصري، لانه دي كلها اشاعات مغرضة. القطاع المصرفي يعتبر اقوى قطاعات مش على مستوى جمهورية مصر العربية، لا على مستوى العالم. ومحافظ البنك المركزي المصري من الشخصيات اللي تم تكريمها من احسن افضل 10 محافظين في العالم، فده بيوريك قوه القطاع المصرفي. انا هديك بعض الارقام يعني عشان برضو لسهوله الاستدلال. الودائع كانت في 2014 1.4 تريليون جنيه، النهارده احنا بنتكلم في ودائع ب 6.2 تريليون جنيه، فمعناها ان هناك ثقه. لما سيادتك شرحت دلوقتي قلت القروض الودائع 48.5%، دي معناها ان هناك سيوله موجوده. يعني لو انا عندي مثلا 100 مليون وديعه ومسلف عليها 48.5 مليون، لا انا عندي عندي فائض بقى موجود. صحيح. سيوله موجوده في القطاع المصرفي. القطاع المصرفي في مصر من اقوى القطاعات اللي موجوده على مستوى العالم. ده ليه بقى؟ لان عندك بنك مركزي قوي، عندك رقابه قويه. بنك الاهلي وبنك مصر هذا العام باذن الله ارباحهم ستتعدى ال 45 مليار جنيه. فده بيدلك على قوه القطاع. في نسبه اسمها بيقول لك معدل كفايه راس المال. معدل كفايه راس المال المطلوبه تبقى 13 في على مستوى بنوك مصر 19%. فده بيطمنك. وغير بقى صندوق النقد الدولي والمؤسسات العالميه اشادت بالدور اللي قام به البنك المركزي والدوله في القرارات الجريئه بالنسبه لكوفيد 19، 23 مبادره عشان نشجع الاقتصاد قام بيها البنك المركزي ودعم بيها اسعار الفايده. فبالعكس احنا بنطمن الناس وعارفين ان وبعدين هضيف لك حاجه بقى، يعني النهارده من اكبر البنوك الاجنبيه اللي هو التامبرن شارتر هيفتح في مصر، ففي بنوك هتيجي تفتح في مصر عالميا وحاسه ان في ازمه سيوله في مصر. طبعا كلام منافي للحقيقه، انما احنا برضو حبينا ننزل هذا البيان عشان نطمن الناس ونقول لهم قطاعكم قوي. ده احنا في اعز الازمات في 2002 لما بنك الاعتماد والتجاره على مستوى العالم فلس، البنك اللي في مصر البنك المركزي ضمن ودائعه، وكان موقفنا المالي ما كانش بقوه ومتانة وصلابة البنوك الحالية. فبالعكس دي كلها إشاعات مغرضة، وإحنا عارفين هي يعني موجهة ليه عشان يعني الاستقرار
وتخلي الناس تجري تخاف تسحب فلوسها، انما ده لا يحدث. بالعكس كل يوم الودائع بتزيد في القطاع المصرفي، ده دليل على وعي الناس. انما احنا برضه لازم كنا ننزل بيان عشان نفهم الناس ان الاشاعات دي كلها مغرضه. محمد بيه وكمان يعني في تجارب سابقه يعني في الازمه العالميه في 2008 وما بعدها وما جرى في مصر في 2011 وفتره الفوضى لغايه 2013. عمر البنوك احنا وضحنا كده في البيان. في كان ازمه 2008 وثورتين قاموا وكوفيد 19 وعلى مستوى العالم، وانت من الدول القليله مش في منطقتك، لا على مستوى العالم، اللي حققت اجمالي نمو موجب بالنسبه لاجمالي الناتج المحلي. كل الدول كان عندها بالسالب، مصر من الدول القليله اللي عندها كان اجمالي ناتج محلي. فبالعكس يعني قطاع مصرفي قوي جدا، المؤسسات العالميه بتشيد بيه، البنوك الاجنبيه بتتسابق عشان تخش تفتح في جمهوريه مصر العربيه، لانها عارفه ان نسب الربحيه فيها مرتفعه جدا مقارنه بالدول الاخرى في العالم. فبطمن الناس على فلوسهم في البنوك، ويعني هو مش انا اللي هقول هذا الكلام، المؤسسات العالميه هي اللي بتقول هذا الكلام، ودايما في شكر ومدح بالاجراءات اللي اتخذها البنك المركزي والحكومه لمعالجه ازمه كوفيد 19. والحمد لله انه مصر من الدول القليله اللي بيشيد بيها جميع المؤسسات العالميه. استاذ محمد، وايضا هناك اشاعات اخرى انه في اهتزاز في اسعار الصرف وارتفاع للدولار وغيره لحض الناس على ما كان يسمى بالدلوره فيما مضى. يعني احنا عاوزين نوضح نقطه. اتفضل. في 2016 لما محافظ البنك المركزي بموافقه القياده السياسيه اخذوا قرار تحريض سعر الصرف، وده كان قرار حكيم وجريء 100%. الامور تغيرت تماما. انت النهارده في اي سوق موازيه موجوده في البلد ما طبعا. انتهت طبعا. انتهت تماما. واي حد عاوز يشتري عمله اجنبيه متوفره، ما فيش اي طلبات واقفه لاي اعتمادات. فبالتالي المشكله دي انتهت من زمان. مشكله انه في سوق موازيه غير موجوده نهائيا، وده دليل على حكمه قرارات البنك المركزي وان عندك قطاع مصرفي قوي. الدولار بينزل وبيطلع، ده شيء طبيعي ما دام بيتحرك في نسب معقوله. وهو على فكره لو تتذكر لما حصل تحرير سعر الصرف الدولار كان وصل 2019. صحيح. اللي استثمر فلوسه في الدولار في هذه الفتره يعتبر خسر بفظاعه، لانه الدولار نزل للنهارده بنتكلم في 15 جنيه 70، وفي نفس الوقت الفايده اللي على الجنيه المصري اعلى من الفايده اللي على الدولار بمراحل. يعني النهارده الفايده اللي على الجنيه المصري 11%، الدولار لو حطيته في بنك سواء ده في مصر كمان اسعار الفايده تعتبر مميزه عن بره، بتاخد 2%، عندك فرق 9% في السنه. فاللي احتفظ بفلوسه بالدولار من ساعه تحرير سعر الصرف لغايه الان يعتبر ان هو خسر. اللي حولها لجنيه مصري في الفتره من ساعه تحرير سعر الصرف لغايه دلوقتي كسب اكتر من 100% على فلوسه لو كان سابها بالعمله الاجنبيه. فبدام في سيوله متوفره سواء جنيه مصري سواء عمله اجنبيه، الودائع امنه. مصر من البلد الوحيده اللي البنك المركزي بيضمن ودائع العمله. لو سيادتك في بره وحصل مشكله في بنك في امريكا في اي دول اخرى، البنوك المركزيه هناك ما بتضمنش ودائع العمله. مصر البلد الوحيده اللي البنك المركزي بيضمن ودائع العمله، والحمد لله ان البنوك في موقف قوي جدا، سواء مراكزها الماليه سواء الادارات اللي بتديرها سواء الستاف اللي موجود في البنوك. انا بشكرك جدا استاذ محمد الاتريبي رئيس اتحاد البنوك المصريه او بنوك مصر، متحدثا ردا على الشائعات المغرضه اللي بتكلم على ازمه سيوله، وبيتكلم على بالارقام انه عند النهارده 6.2 تريليون فلوس موجوده في بنوكنا، وقطاعنا المصرفي من اقوى القطاعات المصرفيه في العالم، واجتاز الكثير من المطبات والازمات خلال السنوات الماضيه، وبيطمئن جمهور المودعين وجمهور المصريين كلهم اللي مهتمين بالنشاط الاقتصادي انه لا نسير
وراء الشائعات ولا نستمع إليها، لأنها معروف من وراها. وكمان أنه الناس اللي بتكلم على الدولار هيزيد دول برضو عايزين يعملوا بلبلة في السوق. بيؤكد رئيس اتحاد بنوك مصر أنه، وان انتم شايفين، مفيش حاجة اسمها سوق سودا للدولار دلوقتي، مفيش سوق موازية. أصبح للدولار سعر واحد في البنوك زي الشركات الصرافة المعتمدة والرسمية، ولا يوجد زي ما قال السيد محمد الإتريبي أي طلبات معلقة لاعتمادات بالدولار أو غيره، وأيضا لا يوجد أي عقبات أمام تحويلات المستثمرين الأجانب لحصصهم أو أرباحهم إلى الخارج. الدولار متوافر، عندي حصيلة من الاحتياط النقد الأجنبي فوق ال 41 مليار دولار في البنك المركزي. البنوك المصرية كلها وكل إيداعات المودعين مضمونة بضمانة البنك المركزي، وده مش موجود في أي مكان في العالم. فبالتالي كل هذه الشائعات علينا أن نلقيها وراء ظهورنا ولا ننظر إليها.